ميكروفون أنوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا من وسط قلب مدينة البويرة بمناسبة إحياء يوم عاشوراء نرصد لكم آراء المواطنين فيما يخص هذه المناسبة. بسم الله الشيخ تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة إحياء يوم عاشوراء توجه بتهنئة خاصة للشعب الجزائري عامة وإلى شعب ولاية البويرة خاصة وإلى كل العالم الإسلامي. في الحقيقة أن هذا اليوم هو يوم مقدس وعظمه جميع المسلمون لما فيه من عبر، وكذلك هو يوم نجى الله سبحانه وتعالى نبينا وسيدنا موسى عليه السلام. عاشوراء يوم مثالي للجزائريين والأمة الإسلامية، وكما احنا على بالنا باللي الشعب الجزائري نصوموا عاشوراء، وهي ثاني كمغفرة للذنوب والمعاصي، وهي ثاني كاينة نكهة تاع عاشوراء باللي العائلة تتلم ونديروا أطباق تقليدية. ميكروفون أنوار. أخي الكريم، بمناسبة إحياء يوم عاشوراء، كيف تحتفلون بيوم عاشوراء؟ كيف تشوفها إلى آخره؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم عاشوراء بالنسبة لنا احنا كجزائريين، يعني أنا غير من لا أخصص هذا اليوم للاحتفال، أنا أراه العادة تاعنا، أو بالأخص أقول يعني بالأحرى هو عبادة، أنك تصوم يوم عاشوراء واليوم الذي قبله أو الذي بعده ليكفر الله عنك الذنوب أنت طيلة سنة. هذا يعني هذا بمنظور يعني الشرعي أراه أنه مناسبة عظيمة لأجل هذه الغاية. وكيف تحتفل العادات التقاليد تاعك؟ بالنسبة لنا هنا في الأسرة تاعي يعني نشوفوه تاع الصيام فقط، يعني ما نخصولوش يعني يوم تاع احتفال ولا حاجة ولا نشوفوه في يوم. لا ما عندناش. لا نعم. يعني هنا شوفوا تاع صوم، يعني يومين تاع صوم، يعني يوم عاشوراء واليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، يعني مرتبطين مع بعض. هذا ما كان يعني احكي لي كاع العادات اليوم تاع كيف تحتفلوا بعاشوراء كيف. السلام عليكم. يوم عاشوراء بالنسبه ليا ماشي هو يوم احتفال ولا هي كل واحد وقناعته. احنا القناعه تاعنا هي نصوموا اليوم عاشوراء، نخالفوا اليهود على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما نصوموا نهار قبل عاشوراء ونهار عاشوراء، ولا نصوموا نهار الليالي عاشوراء وهذه هي. احنا بالنسبه للاحتفال تاعنا هذا هو الصوم. تنجم تقول لي زعما واش فيكم كم اجر عظيم كم يا مرما؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من صام عاشوراء واليوم الذي يليه ولا اليوم اللي قبله يكفر له ربي سبحانه ما تقدمه سنه. ميكروفون أنوار. العادات كما قال لي زميل، العادات واش ديروا تقاليد فيها الدجاج فيها ما يبايش رشتها، كيفاش تحتفلوا بها؟ بو هي عاده الجزائريين، هي انا نحكي على عاده الجزائريين. نعم. هي عاده الجزائريين يحتفلوا به بطعام ولا رشتها ولا يديروا شغل عشاء سبيسيال، ماشي شغل يخصوه العاشوراء، تنفيه العائله تنفيه العائله والتنفيه الشامل، ويقصروا على اليوم عاشوراء هذا، الاب يحكي لهم واش صرف اليوم هذا، يفهم ولاده. لا يحكوا على المناسبه. المناسبه هذه واش صرا بالك، ربما في حتى دروس في المساجد وكذا. لا ايه بيان سور، كاين دروس في المساجد، هي توعيه الجيل الصاعد هذا. نعم. يعرفوه بيوم عاشوراء واش صرا في يوم عاشوراء. اعتقد عادات تاعنا ولا طبعا عندنا عادات وتقاليد مورثات ما نقدروش نتخلاو عليها. نعم. ما نقدروش نتخلاو عليها، خصوصا الصيام شيء مقدس عندنا. نعم. قد تجد بعض الناس في المثال ربما يكون سنه كامله ممكن ما يصومش، ولكن كي يوصل هذا اليوم بالضبط يصوم تعظيما لهذا اليوم، باش تشوف باللي اليوم هذا عنده يعني مكانه خاصه. نعم. عند الشعب الجزائري. نعم. نعم. بارك الله فيك. وهذا يدل كذلك يعني انه الشعب الجزائري تاعنا الاسلام جذر في القلب نتاعو. ما تنجمش يعني في المثال كما نقولوا حنايا
شيء فطري موجود عنده، شيء فطري مفطور عليه مهما كانت التيارات مهما كانت. شيخ انتما نهضر عليك انت خاصه، انت تصوم التاسع والعشر ولا كيفاش يقولوا، ولا غير العشر ولا كيفاش يقولوا؟ طبعا صوم التاسع والعشر، صوم التاسع والعشر، احدث سنه الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم.